يا ابو رامي مبين الابيض ما غالي قبل ما تغسله بياض ومكيلح. والله يا اخي ابو عيدو انا ما عندي خبرتك، هي اول مره بحياتي بغسل بمشور. يا اخي شي قلب كيانه لهالمره قلب ليش ما بعرف. ابو لطفي مو هيك بينتشر الغسيل الملون، بيبوخ بعدين بحطه على القفا. هيك فهمتني اختك ام رامي ولا اختي فتحيه؟ يعني مو دايره بالها عليك. أنا بعرف يا أبو رامي، أنا بعرف، وهي على عصي عصيات، أختك فتحية شر وأخواتها طاقة في وسافر، الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازي اللي كان السبب، الله يرحمك يا أمي، عيونك تشوفني وأنا عم بشر غسيل بآخر عمري، وبعدين يا أبو رامي آخرتها. عمل أختي أبو لطفي، عمل وما عمل لنا يعني، مسحب لك على الحارة كلها. بس أهل الرأي أن يقولوا يعني أنه السبلة بدها طول إتباع، ما يطول ذلك على مكروه. بعد اسمه الحمد لله للحبل والولادة ما بلتعب فيهم. شو رأيك أبو عيدو على بالك؟ أخي أبو رامي بعيد بيبتلي، وبعدين ما حدا أحسن من حدا. يكش برا وبعيد. يا جماعة استحوا يعني، قولوا في محصلات أم تسمع. إيه يا أول هنا وينه؟ شو بيكونوا عم يتفقسوا هلا؟ آه.